السلام عليكم لي زامي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ واش تكونوا كامل؟ احكي لحقكم هذا الفيديو. انا لاباس الحمد لله. الفيديو تاع نهار اليوم بزاف صعيب عليا، وماش كيف مانيش عارفه كيفاش راح مانيش عارفه واش راح نهضر لكم واش راح نقول لكم، ولكن لازم نديرو. كما شفتوا في العنوان تاع الفيديو، هذا راح يكون اخر فيديو على القناه نتاعي، يعني ما حش نزيد، يعني القناه نتاعي راح نغلقها وبصفه نهائيه. واش نقول لكم جماعه الخير، هذا القرار ما ديتوش كما يقول لكم، كما نقولوا بين يوم وليله. ضربت ايام وايام وايام واسابيع وشهور يعني كامل وانا نخمم. دي فوا نتكوراج ونقول لا لا نخليها، دي فوا نقول اول لا لا لازم نغلقها، ما نقدرش نزيد نكمل فيها ما اكثر. الى راكو تبعوني صافي صافي، واحد الكلكو بون، واحد صافي، واحد الان سو مالك، ما حطيت لكم حتى فيديو، ومام هذوك لي فيديو اللي كنت نحطهم كاين اللي كنت مصورتهم من قبل وكل شيء، باسكو خلاص نحيت هذه اللعبسه تاع التصوير كاع من راسي. شوفوا انا صح القناه هذيك فتحتها كما يقول لك، فتحتها عن حب، يعني ماشي واحد اللي قال لي فتحيها ولا شغل، الفكره كانت فكرتي وانا كنت حبتها، حابه نفتحها. وسورتو كي جيت للغربه هكا وبعيده على بلادي وناسي وما عندي ناس صحابات، ما عندي مع من قصه، قلت راح تكون راح تونسني. و سي فري كانت مونستني بزاف بزاف بزاف، مي لحقت لواحد المومو عييت فيه جماعه، ما باش ولا كامل راح تفهموني، مي بوكو بلوس بالك الناس اللي عندها قنوات على اليوتيوب هي اللي راح تفهمني. واش نقول لكم، عييت، تعبت، نصور، ندير المونتاج، نسي نجيب افكار جديده، نعطيكم معلومات كيما يقول لك معلومات صحيحه، وكيما يقول لك اللي بالك ما تلقاوهاش من جهه اخرى، كل شيء يعني بكل مصداقيه وكل شيء، وهكاك ما كاش تفاعل. وسيت يعني سيت بارطاجيت بزاف لاشين تاعي، بارتو يعني في الفيسبوك، في الانستغرام، في اليوتيوب، هكا تلقاوني في لي شين هذوك الكبار، ندخل نحط تعليق باش تدخلوا عندي البلاد البنات، ولكن نسبه الدعم بزاف قليله. طلبت حتى الدعم من قنوات كبيره، ولكن على بالكم القنوات الكبيره ما يشوفوش كامل فينا احنا القنوات الصغيره، دونك على بالي انا ما كنتش ما شوفوا، ماشي زعما تقولوا انت واش بيكي راكي حابه تطلعي للسماء في دقيقه تكبر لاشين تاعك، لا، على بالي بلي اليوتيوب لازم له شقا وتعب وكل شيء، مي كنت نقول هكا. من بعد دي فوا صح نقول عييت وكل شيء، من قعده بون مومون، ابخي نعاود نولي نقول الحياه معليش لازم تصبري، لازم بشويه بشويه، كما يقول لك باش توصلي لازم حبه بحبه بشويه بشويه. مي دي فوا تعيي وتكرهي، انا ما نكذبش عليكم شخصيا كرهت، وليت نكره ولا نعجز اني نخرج تليفون سواء في الدار ولا برا ولا شغل، خلاص واش من فايده؟ قلت واش من فايده؟ حياتك راكي فاتحه لاشين تاعك ماكش كاع مستفاده منها، وتشوفي عباد عندهم محتوى عيان يطلعوا يفتحوا لاشين تاعهم في سمانه في شهر تلقاهم طالعه لاشين تاعهم في دقيقه، وعندهم متابعين بالالاف وبالبالك قريب بالملايين، وانايا يعني عندي ما عنديش بزاف بزاف، يعني ملي فتحت قناتي هذا ما راح نقفل، راح تقفل عامين وما كاش ما كاش تطلع مي كيما يقول لك غوت ا غوت. وانا ما نكذبش عليكم عييت بزاف بزاف بزاف، وسيبون كرهت وقررت اني نغلق لاشين تاعي. دونك واش راح نقول لكم، سي فري سفت بزاف حوايج ملاح، يعني شحال من خطره كنت مقلقه، شحال من خطره كنت هكا وحدانيه ودرت لايف ولا قريت لي كومونتير تاعكم وفرحوني ونحيت على خاطري ونستوني، يعني هذه الحاجه ما نكذبش فيها كامل، وتعرفت على بنات فاميليا هكا واللي راهم يبعثوا لي ويسقسوا عليا وهكا، ودرت علاقات شابه هنا، يعني كاين بنات لقيتهم هنايا يسكنوا كاين في البلاد وكل شيء. مي واش راح نقول لكم، سي بون انا عييت وقررت اني نغلق لاشين تاعي، باسكو راني نشوف باللي الفيديوهات تاعي ما عندهم حتى فايده، واحد ما راهم يشوفوهم لا بروف، زعما كيما دوك لي فيديو تاع القرايه اللي درتهم، قلت بالك كانوا يبانوا لي قرا ما يحوسوا على القرايه وكل شيء، مي كي درت الفيديو تاع القرايه باللي زيرو كما يقول لك زيرو مشاهده، ما كاش نسبه مشاهده كاع ميته فيهم، دايو فيديو عنده اقل 4 ايام ولا 5 ايام مازال ما دارش انكا، دونك واش من فايده نشقي روحي ونعطي المعلومات وكل شيء وما كاش فايده. برف انا ما نطولكمش يعني في الحكايه، حبيت نقول لكم ما على باليش بالك كاين منكم راح يفرحوا وكاين منكم راح شي يفرحوا يقولوا لي حياه وكل شيء، الله غالب، هذا هو القرار النهائي نتاعي، وقلت لكم باللي جا بعد تخمام طويل وتفكير وكل شيء.
راح نسمح فيها، راح تقولي حتى تسمحي فيها. وي جماعه الخير راح نسمح فيها، راح يكون اخر فيديو، ما حش تزيدوا تشوفوا كاع حياتي في لي فيديو، ني فلوغ ني روتين ني والو. عافاكم راني نهضرها يعني كيما نقول لك ما على بالي جاي لا هو تاع راكم تشوفوها، مانيش قادره من نهضر، ولكن لازم نخبركم. ما نقدرش زعما تنحبس هكا بلا ما تعرفوا يعني، با تبقاو تسالوا حياه وراهي علاش ما بانتش هكا باش تعرفوا. ما تزيدوش تستناو لي فيديو نتاعي. كما يقول لك نشكر جميع واحد فيكم دعمني، كاين جماعه دعموني من اول فيديو ليا يعني في اليوتيوب ومازالوا حتى لدركا، يعني نشكركم كامل كامل. اي واحد دعمني بتعليق ولا بارطاج ولا بعث لي كما يقول لك تعليق مشجع في الانستغرام ولا في لي فيديو وقال لي محتواك شباب وقال لي ربي يخليك ودعا لي دعوه الخير. بس كاين بزاف منكم دعوا لي دعوه الخير، نقول لكم ربي يحفظكم وشكرا لكم كامل ونحبكم كامل. وكان لي الشرف اني يعني بوم ما تعرفتش عليكم هكا فاس فاس، ولكن كنت قراب ليا وكنت عائلتي الثانيه، يعني جوغي اي من كبر معاكم، ولكن الله غالب الله غالب. مش حابه نبكي. المهم باش نقول لكم ما على باليش، راني حاطه الكاميرا، حطيت الكاميرا وبديت نهضر ما على باليش واش راح نقول اكزاكت. المهم تهلا في روحكم. انا لاشين تاعي هذه راح نغلقها، يعني ما حتقدروا تكونتاكتيوني فيها، ولكن اي واحد حاب يسقسي عليا ولا حاب يسقسي على اي حاجه يعني ما حش نبخل عليكم. بعثوا لي في الانستغرام، انا صح مانيش اكتيف بزاف في الانستغرام، مي كي تبعثوا لي خطره خطره نبارطاجي هكا دي ستوري كل شيء، ولا كي تبعثوا لي في الخاص ماشي مشكل، يعني كي تبعثوا لي ميساج ريبوندي لكم ماشي مشكل. على بالكم ما حش نسمح فيكم في الانستغرام عادي، ولكن لي فيديو على اليوتيوب سي بون كملنا معاهم ما على باليش. انا المهم والله ما على باليش راح نهضر، سمحوا لي بزاف وما على باليش. قولي زامي راني عاود وليت، قولي برا شكون هذيك كانت تهضر معاكم، هذيك حياه اللي كانت تهضر معاكم. بون ماشي انا اللي كنت نهضر، هذيك حياه لا فيرسون دوزيام تاعي، هذيك المتشائمه ولا حابه تغلق لاشين تاعها. حبيتكم برك تهبطوا لي كومونتير وتقولوا لي اسك امنتوا واش كنت نحكي ولا لا اسك، يعني اسك دخلت لكم في بالكم بلي نقدر نخلي لاشين تاعي اللي شقيت عليها واللي حبتها تكبر 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 في كيما يقول لك هكا بلا والو. بون اللي امني اكيد ما يعرفش حياه لبنى، درت لكم مقلب. جيبوا والله شديت روحي باش ما نضحك، شديت روحي باش ما نضحك. بون سمحوا لي الا امنتوني وزعفتوا كل شيء، بون حبيت ندير لكم مقلب من حقي مقلبكم. بس كان شوفوا نحب بزاف نشوف لي فيديو مقالب هكا في لي فيديو في بلايشان يوتيوب، ولكن انا بما اني نصور وحدي وجهي ما يبانش كل شيء، دونك ما نقدرش ندير لكم مقالب، ما عنديش مع ندير لكم مقالب، دونك حبيت ندير مقلب ليكم المقلبكم نتوما، ونقول لكم بلي حنغلق لاشين تاعي ونشوف. كما يقول لك حبيت نتستيكم الا صح تحبوني ولا لا حبيت نشوف لي كومونتير حياه وعلاش وهذه وما حش نكتب لكم في الفيديو مقلب، ما حش نكتب لكم في العنوان مقلب، بس لو كان نكتب لكم في العنوان راح تعرفوا. انا والله غير شوفوا كنت سي فري صافي كلكو صافي انسى من ما صورتكمش فيديو، باسكو سي فري راني شويه قلبي هارب من اليوتيوب وما عنديش الخاطر باش نشد كاميرا ونصور، وشحال من فيديو بديت وحبستو خاطر ما على باليش جاتني ثقيله اني نصور، ولكن سافا با دي راح نغلق لاشين تاعي. شحال من خطره تدوز عليا هكا شغل بيريودات كيما هكا اللي نعيا ونتعب وكل شيء، ونقول خلي حياتي ما تصوريش نكره كنصور وما نصوركمش، مي ابري ان بون مومون نعاود نولي لكم. شوفوا انا سي فغي لاشين تاعي مازالها صغيره وراهي تطلع قوطا قوت كيما قلت لكم، هذه كاينه منها ما كذبتش عليكم. وسي فغي انا شوفوا انا كيف فتحتها سي فغي كنت حابه نقصر كلشي كلشي، ولكن انا دوك الحلم تاعي هي اني تكون عندي لاشين كبيره كبيره كبيره، يكون عندي متتابعين كبار وعلاش لا نوصل حتى للمليون كيما يقول لك. بالك اكثر ماشي حاجه اللي ماشي كيما يقول لك ماشي حاجه اللي مستحيله، مي انا بالنسبه ليا لاشين تاعي راهي بزاف روطه وراهي تمشي غير بالعقل، وشحال من خطره فكر اني نحبسها ولكن امبوسيبل 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 نحبسها مع كاع العفايس اللي ماشي ملاح مع كاع ماحش
نسمح فيكم صدقوني صدقوني عمركم نهضر راني نهضر ونسيك شغل زعما هكا نبان لكم حزينه ونحكي من فوق قلبي وراح نبكي هكا باش تامنوني. كما قلت لكم البنات باقيه كشغل هكا نعصر في روحي ونحب حابه ندير البوست تاعي باش تامنوني. حطوا في لي كومونتير قولوا لي اسك امنتوني ولا لا، لا اسك نعرف نمثل وتخرج عليا زعما نكون ممثله بارعه. المهم سمحوا لي الا قلقتكم وبلا باليش بالك كاين بزاف بالك بون بالك راح يكونوا كاينين الناس راح يعجبهم تعجبهم الحكايه يفرحوا كي قلت كي حكي قلت راح نغلق لاشين تاعي باسكو على بالكم ما كاش انسان يعني كاع الناس تحبوا دائما كاين ناس تحبك وناس ما تحبك دونك على بالي كاين اللي معجب كاين اللي فرحوا ولكن على بالي بلي النسبه الكبيره من المشاهدين راح يكونوا زعفوا يقولوا كيفاش وحش نشوفوا حياه وحش ديرنا لايف وكل شيء صافي بليزير. قولي لي هذا الشيء في لي كومونتير باش تزيدوا تحفزوني اكثر. وهذه هي الفيديو كان مقلب وجامي راح نسمح في لاشين تاعي وجامي راح نغلقها. واي يوتيوبر عنده شان على اليوتيوب يعني اي انسان عنده شان على اليوتيوب سي يجوز مراحل انه يفشل ويقول سي بون ما كملش يعني بالنسبه لليوتيوبرز لاشين تاعهم كيما يقول لك ميته وتمشي غير بالعقل بالعقل ماشي هذوك اللي لاشين تاعهم ماشيه وكل شيء يقول نغلق كل شيء. وكاين بزاف منهم اللي غلقوا ولكن الا عندكم الاراده والقوه تكملوا في كيما يقولوا في الحلم تاعكم في الحاجه اللي راكم حابين توصلوا لها. وانا هذا واحد من الاحلام تاعي اني نكبر لاشين تاعي وان شاء الله نوصلوا باذن الله ونتمنى تعاونوني جماعه الخير. الا تحبوا حياتي وحابين تشوفوها وما حبيناش تغلق لاشين تاعها نتمنى انكم تبارطاجيو لي فيديو تاعي هكا مع عائلتكم ولا في لي جروب ولا هكا باش تعاونيني شويه شويه. وهذه يا جماعه اسمحوا لي الا زعفتكم بالكم الله يرحمكم الله اسمحوا لي زعما زعفتكم ولا قلقتكم ولا حبيت وقت نقصر معاكم وحبيت هكا نتستيكم ونشوف كميه الحب نتاعكم الا تحبوني ولا لا. اكتبوا لي في لي كومونتير كيما يقول لك شو مي سام لاف ولا شو مي يور لاف وريلي بلي تحبوني في لي كومونتير هكا باش نتشجع بيكم. وإلا عجبكم الفيديو خلوا له لايك وخلوا له كومونتير. وهذا اول واخر مقلب ما حش ندير لكم حتى مقالب واحد اخرين باسكو ما عنديش ما ندير لكم مقلب. وتهلاو في روحكم بزاف بزاف ونحبكم بزاف 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 وانتم عزاز على قلبي وجامي نسمح فيكم وباي باي.